فالور او الخمسه ديال القيم المهمه لهذا المشروع واللي هما قيم كنتمناو ان عبر هذه المبادره الاطفال يحملوهم ويفهموهم ويكونوا يعني سفراء لهذا المشروع وسفراء الاجيال اليوم الاجيال المقبله. هذه المبادره ما كاينش يمكن لها تكون الا بشراكه مهمه بين كل الفعالين ديال المنطقه، فعالين اجتماعيين ثم كذلك لوتوريتي لوكال السلطه المحليه على اساس سيد العميد، ثم الوزارات المعنيه، الوزاره التربيه الوطنيه، وزاره الشباب والرياضه، وكذلك وزاره الصحه اللي ساندتنا بزاف في هذه المبادره. فكيف كتشوفوا المبادره دانها في مدرسه الداخليه، هي الوتوريتي لوكال هي اللي قلت يعني راسها السيد العامل، هي يمثل وزاره الداخليه. يعني بالنسبه للمخطط اللي كتكلم اللي غتكلموا عليه اللي بين النقاط ديالو تكلمتوا على الجانب البيئي، يعني كيفاش فين كيدخل هذا الاهميه ديال هذا الجانب هذا وعلاش اختاريته؟ القيم يعني لان كيف كتعرفوا ان مدينه زناته هي مدينه بيئيه، فهي كتسمى ليكوسيتي، هي مدينه بيئيه زناته، فالقيم كلهم كيدوروا على البيئه، ولكن البيئه خصكم تفهموا او اللي بغينا نفسروا للاطفال الصغار، البيئه لا تتعلق فقط بالماء والخضره والهواء، فالبيئه كذلك عندها اتصال جذري وعميق بالانسان وبالحالته الاقتصاديه والسوسيو اجتماعيه. فهذا الشيء اللي غننفسروا لهم عبر الورشات، تقريبا 25 ورش على مدى 6 ايام، صباحيات او عشيات، وعبر القيام اللي تكلمت عليهم خاصين بالمشروع. زوينه غادي تتعاملي مع الالوان، مثلا ملي كتشدي ورقه ملي تشدي ورده تشوفيها بعينك شنو كتلقاي؟ كتلقاي فيها اختلاف ديال الالوان، الجدر تيكون في التراب ما تنشوفوش، دونك كنشوفو غير الوريقات، الورقه كتكون في الاخضر باللون الاخضر والورده باللون